لو انت شايف ان كوريا الشمالية اغرب دولة اتكلمنا عنها، انا جايب لك النهاردة الاغرب يا صديقي العزيز. دولة تركمانستان اللي فيها كل حاجة غريبة، ده حتى شهور السنة غيروا اسمها. شهر ابريل مثلا اسمه شهر سلطانة. لا لا، ده لسه في حاجات تانية كتير. بس في الاول يا صديقي ما تنساش تعمل لايك عشان خاطر اعرف اللي انت اتفرجت على الحلقة. كمان ما تنساش تعملها شير لكل اصحابك عشان خاطر يعرفوا الدولة الغريبة دي. توكلنا على الله. تخيلوا بقى، ده علم دولة تركمانستان. في الوهلة الاولى يا صديقي حسيت ان هو مفرش حاجات كده من بتاعة رمضان جانا. تركمانستان دولة تأسست سنة 1991 بعد انحلال الاتحاد السوفيتي. عاصمتها اسمها جميل جدا، اسمها عشقباد. دخلت موسوعة جينيس للارقام القياسية انها تقريبا اكبر دولة فيها مباني من رخام. 543 مبنى من الرخام. دولة تركمانستان كمان فيها ثالث احتياط غاز طبيعي في العالم. طب ما هي حاجات كويسة اهي، امال البلد فيها ايه؟ اللي انت عايز تقوله لنا بالظبط. اسمع بقى يا صديقي، قربنقلي بدري محمدوف رئيس دولة تركمانستان، هو على فكرة سابها في يوم 17 مارس اللي فات وادها لابنه. فاكرين بقى كيم، عم كيم اللاسع ده بقى ألسع منه، لدرجة ان هو عمل تمثال ذهب للكلب بتاعه في ميدان عام تكلف ملايين الدولارات. خد صنبوصة. ده كمان في اشاعة اتقالت، اذا كانت دي حقيقة ولا لا، لان انا دورت على العملة نفسها ما لقيتهاش، انه حط الكلب بتاعه على العملة من كتر ما هو بيحب الكلب بتاعه. مش هيجيب له صنبوصة واحدة، ده هيجيب له صنبوصات كتير. قربنقلي محمدوف لم يعترف بوباء كورونا نهائي. البلد بتاعته ما سجلتش حالة واحدة خالص، والغريب عدد تعداد السكان بتاعها 6 مليون. يا جدعان 6 مليون ومفيش واحدة بس، مفيش حالة كورونا خالص. المفاجأة الكبيرة بقى ان تعداد الدولة دي بيتناقص مش بيزيد. مش عاوز احسد بصراحة، بس في دول لو قلت لها صباح الخير بتلاقي التعداد بتاعها عدى الالف في صباح الخير دي بس. تخيل بقى مساء الخير بيوصف فيها ايه؟ النقص اللي بيحصل هناك من تعداد السكان السبب بتاعه كذا حاجة. اولا الناس بتهرب، ثانيا الناس مش عايزه تتجوز، واللي عايز يتجوز مش عايز يخلف لانه مش عايز يشوف ولاده في الجحيم اللي موجودين فيه. لو احنا عملنا مقارنه صغيره ما بين كوريا الشماليه وتركمانستان، هناك بيخلفوا عادي مفيش اي مشاكل، بس هنا مش عايزين. في تركمانستان لو انت عايز تدخل الانترنت عندك لازم تمسك المصحف وتحلف عليه. يا جماعه ما بهركش، ده بجد. لازم تشغل فيديو وانت ماسك المصحف وتقسم ان انت مش هتشغل الحاجات اللي الدوله بتمنعها. واخد لي بالك انت؟ بص يا صديقي، من الاخر تقديمك للانترنت هناك محتاج اختبارات كبيرة جدا، اصعب من اختبارات الطب والطيران. ولو قدمت على الانترنت النهاردة بيتركب لك بعد سنتين ونص. حريات بقى وبتاع، وبتأكدوا بقى اذا كان القسم بتاعك حقيقي ولا لا. واول ما يجي لك الانترنت الف مبروك، تلاقي ان 99% و9 من 10 من المواقع محجوبة. يعني يا صديقي من الاخر مش هتتفرج على الموقع الازرق. على فكرة انا قصدي الفيسبوك ام ازرق برضو، ولا انت دماغك راحت فين بالظبط؟ قربنقلي قرر ان اي حد يعدي سن الـ40 لازم يصبغ شعره رمادي. الشباب بقى هناك ممنوعين ان هم يستخدموا الموبايلات بتاعتهم في الاجازات الرسمية، او كمان ما يخرجوش مع اصحابهم. تخيل انت بقى رايح مثلا تخرج مع صاحبك يتقبض عليك انت وهو. الرئيس بقى اللي قبل قربنقلي عمل حاجة غريبة شوية، دي ممكن تزعلك يا ست الكل مننا في الفيديو، بس لازم اقولها. منع المكياج نهائي. خلاص انتوا بقيتوا انتوا الرجاله واحد، اختلفش ما بينكم وما بين الرجاله غير حاجه واحده بس، ان الرجاله بتحلق دقنها. كمان الباليه والسيرك ممنوعين، وعمل كتاب بيتدرس في المدارس اسمه رحنامه. ده غير ان انت لو عايز تتقدم لوظيفه بيسالوك في سؤال كده جوه الكتاب بتاع رحنامه، لو جاوبت عليه اهلا وسهلا اتقبلت الوظيفه، ما جاوبتش عليه روح ذاكر رحنامه وتعالى، او روح نام جنبه. قربنقلي بقى قفل المستشفيات والمدارس اللي موجوده في القرى، واللي عايز يتعالج او عايز يتعلم لازم يجي عشقباد. تخيل انت مثلا من صفه اللبن ورايح تتعالج في اسكندريه. كمان زي ما قلنا في الاول ان هو غير اسماء شهور السنه، ده في شهر منهم اسمه سلطانه. ايوه يا محمدوف، احنا كام سلطانه النهارده؟ ستة سلطانة؟ المفروض ان اي بلد بيكون فيها الاغلبية لازم بتكون تتقرب لهم، والاغلبية هناك مسلمين بنسبة 85%، لكن قربنقلي هناك اساسا بيضطهدهم. الاعلام بقى مصور بقى قربنقلي بقى ان هو اسطورة، خارق وقوي ورياضي وموسيقي وممثل، كله كده في الخلاط. اسمع دي بقى كمان يا معلم، طلع مغني راب.
دي يا جدعان الشغلانه لمت ولا ايه؟ يا قربنقال انت هتعمل دس الدس فيها ابو الانوار؟ وقت كورونا بقى منع الكمامات ومنع كمان اي حد يقول كورونا، لانه شايف ان كورونا دي مؤامره وغير حقيقيه بالمره، وناس بتعملها عشان خاطر اغراض اخرى. واخد لي بالك انت؟ هو قال ان هي مؤامره وغير حقيقيه، بس التطعيم لكورونا اجباري، واللي يهرب من التطعيم يخش السجن. يعني الله العظيم السفر هناك لازم يكون باذن، واما هتسافر عشان خاطر حاجه رياضيه او حاجه علميه بس، لكن تتفسح بره ما تتفسحش، تتفسح هنا، ولو هربت بيتحكم عليك بالاعدام. انا سمعت الكلام ده فين قبل كده؟ عم الكوكب، عم الكوكب كله. بص احنا بنشكر فيك في الفيديو ده بصراحه يعني. فتخيل بقى يا صديقي انت لو سافرت من غير اذن تتعدم. انا بعد كل الكلام اللي انا عملته دوت بصراحه في الفيديو ده والبحث اللي انا عملته، قررت ان انا هعمل اغنيه راب وهدس فيها قربنقلي. السؤال بتاع النهارده، ايه رايك في اللي قربنقلي بيعمله؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت يا جماعه اللي نسي يعمل لايك ونسي يعمل شير يا ريت يعمل شير، ولو انت بتتابعني على اليوتيوب ما تنساش تعمل اشتراك للقناه وكمان لايك للفيديو، وانا مستني التعليقات بتاعتكم. قربنقلي 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 لكم مني أرق التمنيات، نستنى الفيديو الجاي إن شاء الله بإذن الله. دعواتكم، سلام عليكم.